يقول أحيانا لما نصلي يتقدم فينا إنسان مثلا مسبل ثوبه أو حليق لحيته أو ظاهر عليه عدم الالتزام مثلا، فهل نصلي خلفه؟ طالما أنه مسلم الصلاة صحيحة، والقاعدة عند أهل العلم كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، إلا المرأة لا تصح إمامتها للرجال، فهذا الأصل. إذن صلاة صحيحة. لكن الأصل الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. لا ينبغي الإنسان يتعجل أن يصير إماما يتقدم الناس، ولكن إنسان لا يحرص على هذا، وإنما يقول من الأقرأ، من أحفظ، من كذا، من ظاهره الالتزام يتقدم، هكذا هو الأصل. لكن الصلاة صحيحة، صلون خلفه إن شاء الله تعالى.